يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى
من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله. قال الحواريون لسيدنا عيسى بن مريم: هل بعدنا أمة؟ فرد قائلا: نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم علماء وحكماء يرضون من الحق تبارك وتعالى القليل من الرزق، ويرضى الله تعالى منهم القليل من العمل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي عطر بها آذاننا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات قليلة يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة مع علم من أعلام قراء القرآن الكريم جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة أولاد صقر فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين قيسة والإنارة والإذاعة الربعية لصاحب الحاج فايز خطاب أولاد صقر وفي المناسبات الأستاذ محمد الصبار أولاد صقر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور.